سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. رسالة لوغا إلى ثيوفيل. الحلقة 19. إزيك يا خالتي صفية؟ أهلاً وسهلاً، أهلاً بكم يا أولادي. الحمد لله، الله يخليكم. اتفضلوا اتفضلوا. شكراً لك يا خالتي صفية. في المرة اللي فاتت شفنا إنه سيدنا عيسى عليه السلام كان بيتحدث لحيرانه في حضور بعض الناس التانيين في بيت الله في القدس. أها يا جماعة، في الوقت ذاك بعض من حيرانه كانوا بيتحدثوا عن طريقة بناء بيت الله وكيف إنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدموها الناس لله. وسيدنا عيسى سمع كلامه وقال لهم: يا أحبة، بالنسبة للحياة اللي انتوا شايفينها دي حيجي وقت ما يفضل فيها حجر واحد، لأنها هتتهدم كلها. يا سيدنا، وده هيحصل 200، عاوزين نعرف العلامة اللي بتوضح لنا التدمير ده شنو. يا أحبة، اعملوا حسابكم عشان ما تتضللوا، لأنه في كثيرين حيجوا باسمي وكل واحد منهم حيدعي إنه المسيح مختار الله ويقول لكم إنه وقت الحساب والنجاة جاء. عشان كده يا أحبة اعملوا حسابكم وما تتبعوهم، وكمان لما تسمعوا عن الحروب والثورات ما تخافوا، لأن الحاجات دي لابد إنها تحصل في الأول، وبعد كده بفترة طويلة حتكون نهاية العالم. وكمان قال لي حيرانه: يا أحبة، الأمم والممالك حتحارب بعض البعض، وحتحصل زلازل ومجاعات وأمراض خطيرة في محلات كثيرة من العالم، وحتظهر في السماء علامات كبيرة ومخيفة. لكن قبل كده أعداءكم حيقبضوا عليكم ويضطهدوكم ويسوقوكم للمحاكم والسجون ويوقفوكم قدام الملوك والحكام بسبب اتباعي، لكن ولا يهمكم، لأنه دي حتكون فرصة ليكم عشان تعلن إيمانكم. يا أحبة، ما تقلقوا للطريقة اللي حتدافعوا بها عن إيمانكم، لأني حأديكم حجة وحكمة ما في أي واحد من أعداءكم حيقدر يعارضها أو يفندها بخصوص إيمانكم. يا أحبة، يتوقعوا إنه حتى والدينكم وأخوانكم وقرائبكم وأصدقائكم حيكونوا جزء منكم بالتبليغ عنه للسلطات المسؤولة، والسلطات دي حتقتل بعضكم، وكثير من الناس حيكرهوكم عشان تتبعتوني. لكن أنا بقول لكم في المواقف دي أثبتوا على إيمانكم وحتنالوا رضا الله وحتنجوا، ولما تشوفوا القدس والضيوف محاصراها أعرف إنه وقت خرابة قرب. في الوقت ذاك الناس في منطقة يهوذا مفروض يهربوا للجبال، والناس جوا المدينة مفروض يطلعوا منها، والناس البر المدينة ما مفروض يدخلوها، لأن الوقت ده حيكون وقت الغصاص اللي حيطبقه الله ضد شعب بني إسرائيل، وبكده حيتم كل المذكور في كتاب الله. في الأيام ديك وحسر على الناس وخاص الحوامل والمرضعات عشان وضعهم حساس أكثر من الباقين، لأنه حيكون في ضيق شديد وغضب من الله في البلاد وعلى أفراد الشعب ده، وبعضهم حيموت مقتول بالسيف، والباقين حيتأسروا وينساقوا لكثير من البلاد الغريبة وسط أعدائهم، والأجانب حيحتلوا مدينة القدس، والاحتلال ده حيدوم لغاية ما يأذن الله في الأمر. وبعد كده حتظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم، وفي الأرض الشعوب حتكون ضايقة وقلقانة وحيرانة بسبب هيجان البحر ومخاطره، والناس حينهاروا بالخوف من اللي حيحصل للعالم، لأن الكواكب والنجوم حتتهز وتزعزع. ولما الحاجات دي تبدأ تحصل في الوقت داك أقيفوا وارفعوا رؤوسكم عالية وافرحوا، لأنه دي حتكون علامة على أنه ميعاد نجاتكم قرب. وبعد داك الناس حيشوفوا سيد البشر قادم على سحابه بكل جلال وعز. بعد كلامه عن العلامات اللي حتظهر في الكواكب والنجوم ورجوع السيد البشر، سيدنا عيسى ضرب لحيرانه مثل وقال لهم: يا أحبة، راغبوا أي شدرة زي شدرة التين مثلا،
في أي وقت تشوف ورقة طالع حتعرفوا من تلقاء أنفسكم إنه الصيف على الأبواب. وكمان متى ما شفتوا كل العلامات ذكرتها ليكم أعرفوا إنه الله قرب يغيم المملكة الموعودة. وأقول لكم الحق إنه المذكور ده كله حيحصل قبل ما شعب بني إسرائيل ده يفنى. وبالتأكيد كل الكلام اللي قلت لكم حيتحقق. وكمان بيقول لكم انتبهوا لأنفسكم عشان قلوبكم ما تنشغل بالملذات والسكر وهموم الحياة ويجوا عليكم يوم الحساب وانتوا غافلين. يوم الحساب ده حيجي على كل الناس في الدنيا بدون ما يتوقعوا. عشان كده خليكم دائما مستعدين وصلوا عشان تنجوا من الأمور الخطيرة اللي حتحصل لغاية ما تقيفوا قدام سيد البشر ويهبكم النجاة. وكثير من الناس يا جماعة كانوا بيمشوا في الصباح بدري لسيدنا عيسى في ساحة بيت الله عشان يسمعوا تعاليمه. وسيدنا عيسى كان بيعلمهم بالنهار، وبالليل كان بيطلع برا المدينة ويبيت في جبل الزيتون. واستمر يعمل كده لكذا يوم قبل حلول معاد عيد الفصح اللي هو عيد النجاة والرحمة. يا جماعة لما معاد عيد النجاة والرحمة قرب، في الوقت ده كبار الأحبار والفقهاء كانوا بيفكروا في طريقة عشان يقتلوا بيها سيدنا عيسى، لكن كانوا خايفين لأنه سيدنا عيسى شعبته كانت كبيرة جدا. وفي الوقت ده إبليس رئيس الشياطين دخل في قلب يهوذا الإسخريوطي اللي كان واحد من الحيران الاثناشر. يهوذا ده مشى لكبار الأحبار قوات حرس بيت الله عشان يتفق معاهم على خطة يسلمهم بها سيدنا عيسى. الجماعة دير فرحوا جدا، وكمان اتعهدوا بأنهم يدفعوا ليهوذا مكافأة مالية، ويهوذا وافق. بقى يراقب في سيدنا عيسى ومنتظر الفرصة المناسبة لما الجمهور يكون ما موجود عشان يسلم سيدنا عيسى لأعدائه. ويوم عيد النجاة والرحمة جاء، والناس كانوا بيجوا للعيد من كل مكان ويحتفلوا به في القدس. وفي العادة كانت الأسرة بتطبخ فيه حمل، وسيدنا عيسى رسل اثنين من حيرانه هم بطرس ويوحنا وقال لهم: يا أحبة أمشوا عشان تجهزوا لنا وجبة العيد. عايزنا نجهز وين يا سيدنا؟ يا أحبة لما تدخلوا مدينة القدس حيقابلكم واحد شايل له قلة مويه. الراجل ده أمشي وراه لغاية ما يدخل في بيته، وقولوا لسيد البيت: سيدنا بقول لك وين الأوضة اللي حاكل فيها عشان العيد مع حيراني، وهو حيوريكم أوضة كبيرة مفروشة في الطبقة الفوقاني، هناك انتوا جهزوا الأكل. وفعلا بطرس ويوحنا لما مشوا لقوا كل حاجة زي ما قال لهم سيدنا عيسى بالضبط، وهناك جهزوا العشاء بتاع العيد. ولما جاء وقت العشاء وسيدنا عيسى قعد مع حيرانه الاثناشر للأكل، قال لهم: يا أحبة أنا اشتقت من جوا قلبي وحبيت أكل معكم وجبة العيد دي قبل ما أقاس الضيق والألم. وبأكد لكم إنه ده حيكون آخر عشاء لي، بعد كده ما حأكله مرة تانية لغاية ما الله يكمل تأسيس المملكة الموعودة. وبعد كده أخذ كاس وشكر الله وقال لحيرانه: يا أحبة هاكم الكاس ده قسموا بيناتكم، لأني ما حأشرب المعصور من العنب ده مرة تانية لغاية ما الله يكمل تأسيس المملكة الموعودة. وبعد كده أخذ رغيفة وشكر الله وقسمه وأدى حيرانه وقال لهم: الرغيفة دي رمز لجسد الحي يفديكم، وكلوها وحي ذكراي. وبنفس الطريقة أخذ كاس تاني بعد العشاء وقال لهم: الكاس ده هو علامة للعهد الجديد الحي يعمل الله معاكم، ممهور بدم الحي سيل عشانكم. ومع كده أنا بأكد لكم إنه الزول الحي خوني موجود معي هنا في السفرة دي، وأنا حاموت حسب مشيئة الله، لأنه الله ذكر إنه سيد البشر حيموت مقتول والزول اللي بخوني ده وهلاكوا. والحيران كانوا بيقولوا لبعض:
دم الشجل حيرتكب الجريمة القبيحة دي. طيب يا شباب خلونا نقيف هنا الليلة وفي المرة الجاية نوقف. الله يخليك. جميلة والله. الله يبارك فيك. والله يخليك. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.